هذه هي غرفة العمليات في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. هنا العمل على أشده في يوم التلقيح المكثف للمتابعة والمراقبة والتدخل في حال الاقتضاء في 27 مركز تلقيح في مختلف معتمديات ولاية صفاقس. غرفة متابعة وإسناد تم تركيزها بالإدارة الجهوية لاستعدادنا للحملة هذه في إطار مساندة المراكز اللي موجودة في صفاقس. مراكز كلها قبل 7:30 كانت فونكسيونيل. بداوا المواطنين يدخلوا، دونك بدينا عملية التلقيح. هو مراقبة كل مراكز التلقيح في الجهة، ناخذوا عندهم شي مشاكل، عندهم شي نقص في بعض اللوجستيك، ثم كذلك يعطيونا كل ساعتين قداش لقحوا من مواطن. غرفة العملية هذه تتدخل لمساندة الأعوان في مركز التلقيح. ففي المعهد الثانوي ابن أبي الضياف في بير علي بن خليفة كان الاكتظاظ على أشده منذ الساعات الأولى، ثم تم تجاوز هذا الإشكال. أما في هذا المركز المعهد النموذجي فرحات حشاد بصفاقس فقد تواصل العمل بشكل طبيعي. عندنا معناها زوز مسالك اللي هما الناس عندهم موعد وجاتهم SMS اللي بالموعد ويجوا هذيك مسلك، ومسلك آخر اللي هما ما عملوش موعد ولا جاتهم SMS بدون موعد، واضح يعني عنده رقم التسجيل بدون موعد. معلومات الكل تكون عندي أنا حتى باش نقدر أنه ننسق بين هالقطاعات الكل اللي موجودين هنا في أي إشكال. كل واحد عنده دوره وقاعد يعمل فيه. الشرطة عندك التنظيم في الباب ماشي، الأمور طيبة الحمد لله. عندك الجيش بعث لنا طبيب الطبة وبعث لنا ديزانفيريمي، دخلوا مباشرة معنا الطبة غاديكة في الصالة سما سال درجون سميك إذا كان فما كاو اللي حاجة يتصرفوا فيها، وليزانفيريمي معنا قاعدين هنا يعملوا في اللاكت ليزانجيكسيون. اليوم المخصص للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا بولاية صفاقس كان يوما شاقا على الجميع، سواء في غرفة العمليات أو في مركز التلقيح، إلا أن الإقبال على التلقيح من طرف المواطنين يعطي أملا للجميع باقتراب انفراج الأزمة الصحية، شرط التزام الجميع وعدم التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي.